السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خاوتي، هذه قناة الثانية على اليوتيوب، وراني داير بث المباشر في نفس الوقت. هو بث المباشر باش نطلع السوايع. هاي خاوتي درك كل 24 ساعة يطلعوا السوايع، فهمتوا خاوتي؟ ايوا درك عندي تقريبا 2799 ساعة، وعندي تقريبا 1543 باش نقدر نطلعها الى الساعات باش نربح من هذه القناة الثانية بحول الله وبتوفيق الجميع. مهم خاوتي، باش تطلع سوايع لازم لك دير بث المباشر كما ندير انا بث مباشر كما كان يدير انا عادي. ولا حبيت ما تبينش روحك واش دير؟ تقلب كاميرا كما ها، شوف ها تقلب كاميرا حطه كما ها بهذه الطريقة وكتهدر. قولوا السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كذا كذا، في هذا في بث مباشر حول على سوق سيارات ولا حاجة. حسب المحتوى نتاعك، ولا مش شرط محتوى أصلي، مش شرط يكون كما نقول حنايا تهدر على المحتوى اللي كنت دير به، لا. إذا توظيف عمومي، فتح بوستات في ولاية أخرى، وتوزيع السكنات في المجتمع الجزائري كذا وكذا، مهم زيادة أجورة، زيادة كذا كذا، فهمتوا خاوتي؟ بهذه الطريقة مش شرط تبين روحك، مش شرط، مش شرط. كيما ندير أنا ها، أنا كيما أنا عادي، أنا عادي ما عنديش روح حشمة ولا، أنا بندي بث مباشر وراني ناظر، أنا مع القناة الثانية وراني ناظر عادي. بهذه الطريقة باش تزيدك سوايع، هذا ماك. المهم خاوتي اللي عنده أي مشكلة ولا عنده استفسار خلينا تعليق أسفل الفيديو ويتواصل معنا عن طريق الواتساب، والسلام عليكم.